أدى جموع المصلين في البحرين من مواطنين ومقيمين صلاة العيد في المصليات والجوامع مستذكرين شعائر الحج الأكبر ويوم النحر، داعين الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على البلاد. بان الخيط الأبيض بالتكبير، وانفلق الإصباح بالتهليل، واستضاءت الدنيا بالحمد، واختلطت أصوات المصلين بتسابيح الطيور. بدأ المواطنون والمقيمون عيدهم في البحرين بالتوجه إلى المصليات والجوامع، يكبرون ويهللون ويذكرون الله على ما هداهم من خير. عيد يتشارك فيه الحاج والمقيم بنور مسطر يصل إلى عنان السماء، يمتد الوصل من بطن مكة إلى العالم، ومن الكعبة إلى البيت المعمور. في هذا اليوم يتم حجاج بيت الله الحرام بعد أن وقفوا بعرفات ونفروا إلى مزدلفة ونحروا هديهم ورفضوا الجمار وقضوا دفتهم ثم يدفون البيت العتيق. وأما المقيم فإنه يقيم فيها شعيرة عظيمة، شعيرة إبراهيم عليه السلام، تلك الشعيرة العظيمة التي خلد الله عز وجل ذكرها في الصالحين. يستذكرون قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وكيف أنه كاد أن ينحر ولده طاعة لله، فافتداه ربه بذبح عظيم. إذ بالأمر يأتي من الله عز وجل أن يذبح ابنه. هنا ها يأتي الاختبار، وهنا تأتي التضحية، تأتي التضحية من نبي الله إبراهيم. يضحي بماذا؟ يضحي بمن؟ يضحي بفلتة كبده، يضحي بأغلى ما يملك، يضحي برب القلب، بثمرة الفؤاد، يضحي بابنه. فلما بلغ معه السحي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. تنتهي الصلاة وقد امتلأت النفوس بالرضا والمحبة، وكأن ظلالا من التواضع يحف الناس، وسعادة غامرة تبلل العروق، فيكون البدار إلى التعانق والتهاني بالعيد الذي أقبل مزهوا بطلعته كأنه فارس في حلة رفلا، والمسلمون أشاعوا فيه فرحتهم كما أشاعوا التحايا فيه والقبلة.